شو وينه بابا؟ راح من شوي استاذ. خير على شو عم تدور بنته؟ مرت أخي عم دور على كنزتي الحمراء، ما شفتيها؟ وين بتكون اختفت؟ طيب اللي انت ضروري تلبس هي الكنزة، مليان عندك كنزات بالخزانة، البس أي وحدة فيهم. أنا فيني ألبس أي شي تاني، بس هالمرة بدي الكنزة الحمراء ضروري، لأنه جاي على بالي ألبسها وما بدي ألبس غيرها. ماشي، خليني أدور عليها. وهي الكنزة، ما بترضى تعمل غير يلي بدك إياه، بس بترضى إنه أبوك هو يلي يختار لك زوجتك. ليش يا بنتو؟ ماني فهمانة ليش أنت وافقت بهالبساطة. مو وقت الحكي مرت أخي، أجلي هلأ. أنا متأكد إنه أبي بتهمه مصلحتي. ماني مختلفة معك بالشي اللي حكيته بنته، بس ممكن تقلي شو رأيك باللي صار؟ ليش شو صار؟ بصراحة بنته، لما كنت بالسينما هداك اليوم وتخانقت مع الشباب مشان بينكي، شفتها بعيوني كيف هربت وما وقفت جنبك، وهي كانت السبب بكل شي صار. بس كارينا، هالبنت يلي ما بتقربك نهائياً اجت ودافعت عنك قدام عيون كل العالم وقالت يلي لازم بينكي تقوله. مشان هيك أنا في عندي سؤال واحد، أنت عم تتجاهل الحقيقة بسبب ضغط أبوك عليك، ولا لا يكون في سبب تاني أنا ما بعرفه؟ مرت أخي، أنا ما أخذت أي قرارات بسبب ضغط أبي، لأنه أنا برأيي تفكير أبي منطقي. أنا ما عم أحكي عن أبوك بنته، أنا عم أحكي عنك أنت. أنت بتعتقد أنه قرارك صح؟ أنا حالياً ما عم فكر بأي شيء، ولا حابب فكر حتى. اخترت هذا الطريق وبدي أمشي للآخر.